الرجل قال لي سيدي مو الغرفة الثانية الثالثة. قلت له تعالوا يا، قال لا نروح على ذيك الغرفة هي المصرفية طابقين، طابق أول وطابق ثاني. هل بالطابق الأول هي الغرفة؟ الغرفة بالطابق الأول ثالث غرفة. شبيها شنو روح لك كيف تقول؟ فإحنا توجهنا إلى مديرية الشرطة العامة اللي وين مكانها؟ بالقشلة، بالشارع يسموه سراي بالقشلة. هي هناك كل وزارات العهد الملكي أكثرها من عهد الأتراك، العهد الملكي أكثر الوزارات بالقشلة كانت، يعني وزارة الداخلية، وزارة المعارف، وزارة العدل، مدير الشرطة العامة، هي دار الحكومة كلها. نعم أكثر الدوائر. فإحنا من وصلنا مديرية الشرطة العامة، أنت ويانا إحنا قوة طانة فصيل كامل، فصيل مشاد تعداده 32 ضابط صف وجندي، ثلاث حظائر. فالسيارة ما كفت، ركبت حظيرة ويانا بالدوج، بعدين جت السيارة كبيرة ركبوا الباقين عسكرية أيضا هم أمريكي وهم دوج أمريكي، ركبوا بيه بقية الحظيرتين يعقبون يمشون ورانا. وصلنا مديرية الشرطة العامة، ترجل آمر الفصيل المالي السابق النقيب علي محمد شريف، ضابط من إخواننا الأكراد من السليمانية، بس ضابط كله وطنية وحماس وشجاعة أيضا. فترجل قالوا وين ضابط الخفر مال المديرية؟ أشرون على غرفة دفاعها برجلة، فتحت الباب الضابط الخفر المعاون نايم ولا يدري بالقضية شنو، قاعدة قاعدة قاعدة. قال بابا القوة هنا احنا نعرف عندك سرية وعندك شرطة وهذه، تهسه تجمعهم دا احكي وياهم. قال خير سيدي، قال هذا لا تسألني هسه، تجمعهم انت بس لا تزاغل بالنص علي. فعلا المعاون بدل بلحظة خمس دقائق اقل، جمع السرية مال الشرطة مال قوة السيارة، هاي كان واجبها بالليل تروح تحمي القصر الملكي بالرحاب، الغبشة يومية بثلاثة تنسحب تجي إلى مديرية الشرطة العامة، يرتاحون بعدين يروحون إلى منطقة باب الشرجي كانت مقر مال قوة السيارة يم يسموها ساحة الطيران يرجعون. المهم اثبت الساعة، طاهم استعداد النقيب وانت واقف واقف، فتح النظام سر، فتحوا النظام، الخط الخلفي انسحب لي وراء ثلاث خطوات والامام ثلاث خطوات، ارضا سلاح ذبوا الناس البنادق مالتهم كلها بالارض. زين ضموا النظام رجعهم الى اليمين دور بلدنا. قال كاكا الموقف وين المفاتيح؟ قال له سيدي عندي الشيء هذا من الخوف المفوض نجمتين، وكان طلع المفاتيح من موقف العام بمدنيين، يعني هاي قضايا بالمنطقة الشرطة العامة أشكال بيهم السياسي قليل لكن الأكثرية جنائي، يعني أمور منطقة هاي المدن يعني قضايا أمور مع قضايا سرقة قضايا سمسرة أي جنائية يعني. نعم طلعهم. قال لي كاكا شاكر افتح الموقف وطلع كل هذه. أنا رأسا قلت لهم ترى بابا لك اطمئنوا، فتحت الباب اهتفوا وصيروا ويا الثورة، تفضلوا اطلعوا باسم الثورة هلاهل وتصفيق وطلعوا. زين جيب السرية هذه انطاهم هذه يعني خط خط مو ثلاثتهم، دخلناهم بالتوقيف قفلنا عليهم. زين دقيقة، هذا من قال لهم طلعوا للسجناء عنده أمر له هو اجتهد؟ لا هو اجتهد من يمه؟ اي نعم النقيب ما يعني علي محمد هو اللي هو اجتهد. زين اوكي بعدين دخلنا الشرطة السلاح، أمرنا الفصيل مالنا يجمعوا يحطوا بالسيارة العسكرية حتى نرجع لوزارة الدفاع الأسلحة مال الشرطة. رجعنا مكيفين بلدنا، دا نطلع احنا من مديرية الشرطة العامة
صار الوقت تقريبا يعني بحدود 8:30 صبح. 9:30 الصبح، وإذا مدير الشرطة العينة الثورة العقيد طاهر يحيى نزل، طاهر يحيى أيضا جسم الجثيث وهذه نزل لحماية، لا حد جاي يلتحق، لأن عينة الثورة مدير الشرطة العام اجى يداوم، اجى يداوم. فإحنا عاد صعدنا درج للمدير 3 درجات صعدناها، فتحنا له الباب ومنتهى الاحترام قعدناه على الكرسي ماله، وتركنا له حظيرة بحمايته يعني يبقون يحمون للعقيد، وإحنا على أساس أخذنا السلاح ونروح نبلغ آمر فوج أو آمر فوج الأول لواء 20 عبد اللطيف الدراجي، العقيد عبد اللطيف الدراجي. رحنا بوسنا الرجال العقيد، قال عافية، حكينا على هذه والأمور، فالسلاح أخذنا ضمينا بالمشاجب مال الانضباط العسكري. بهالأثناء هو طب إيد بإيد النقيب علي محمد شريف كاكا ترى طلع ورقة من جيبه دي يقرأ، طب إيد قال، قلت له شكو خير سيدي؟ قال أنا نسيت، ترى من واجبنا المصرفية اللواء بغداد فنسيته، أبوي أبوي يعتمد عليك وخذ حظيرة وهاي السيارة الدوت وروح للمتصرفية، لروح للمصرفية اللي هي هم بالقشلة، هم بالقشلة تبعد عن مديرة الشرطة 100 متر مشي يعني، بس هاي القشلة على اليمين المصرفية على اليسار، وتطلع بعد شوية تشمي الطب بسوق السراي هاي شا. المهم أخذت الحظيرة يعني وبالدوج الباور الصغير يعني الحظيرة وأنا قاعد بالصدر، فنزلنا يم هذه وزعت الجنود، خليت 3 وياي والباقي يسير ويمان. هو كانت مسيجة بسياج من حديد هاي المصرفية، فجيت الشرطي رئيس عرفاء ويا 5 أفراد من الشرطة حاملين مسدسات نصر وبلي، يدرون اكو ثورة صايرة ولا ما يدرون؟ لا يعني بين الشك واليقين. فجيت على رئيس عرفاء قلت له فد بابا ابني احكي لي شكو عندك هنا جوا هذه، ترى احنا جينا باسم الثورة. قال سيدي يعني شنو ثورة؟ لما تعرف ابني ثورة، احنا غيرنا النظام الملكي من ملكي الى جمهوري، فاترجاكم انتوا اكثركم فقراء ومواطنين صالحين، فسيروا بخطنا. عندك شيء هنا؟ قال سيدي تعطيني الراي والامان ما سوي لي شيء. قلت له ان شاء الله بس اعطيني المسدسات مالتكم. جمع المسدسات فرغناها كل واحد، هاي الوبلي مو الوبلي، نص وبلي، نص وبلي، كل واحد ب6 طلقاتهم جمعناهم حتى اعطيتها للعريف مالنا، والمسدسات ايضا ضميتها يم العريف حتى نرجعها لعبد اللطيف الدراجي. الرجل قال لي سيدي مو الغرفه الثانيه الثالثه، قلت له تعال ويا. قال لا نروح على ذيك الغرفه هي المصرفيه طابقين، طابق اول وطابق ثاني. هاي بالطابق الاول هي الغرفه؟ الغرفه بالطابق الاول ثالث غرفه. شبيها شنو روح لها شو تسوي؟ رحت يعني بالباب وياي 3 جنود حمايه، دفرت الباب انفتحت. أنا بالحقيقة حتى انصدمت، أباوة وإذا أعرفهم إذا المرحوم باجة العطية مدير الأمن العام مبدل ملابس بيض حتى يروحون للمطار يودعون الملك يسافر، والمصرف عبد الجبار فهمي وكذلك هم بدلة بيضة وهذه وقاعد أيضا لتوديع الملك. المرحوم اللي واركون عباس علي غالي من احسن الضباط وكبهم وشايفاني بالكليه العسكريه وبلادي، فسلمت عليهم. كانوا هم يمهم راديو دي يسمعون تاري الاخبار والهذي، فالمرحوم بهجت العطية الله يرحمه قال لي ابني ما تحكي لنا شكو؟ قلت له استاذ ترى مع احترامي لكم، قلت له استاذ لو سيدي، لا والله استاذ انا يعني اتذكر مو سيدي لا استاذ، قلت له استاذ بابا اتعاونوا وياي ترى ثورة والوصي ترى وضعيته سد يسحلوا بالشارع، فاحنا العلينا بالنسبة لي انتو انا راح احاول اوصلكم بامان ان شاء الله، بس لا تسوون علي يعني اشياء سلبيات او تحاولون عندكم قوة او احد يعتدي علينا يضربنا. قال ابني اطمئن
بس ننخيك تتبين خوش ولد وخوش ادمي وبن حموله فتحافظ علينا ابني. قلت له هاي علي ما عليكم انتم ان شاء الله. بهلتنا شلون معنوياتهم كانت؟ والله معنويه يعني وضعيتهم مربكه منهارين لو لا لا مو منهارين من ارباك عليهم منفعلين. المهم طلعت الباب النظامي واذا زين دقيقه بس دقيقه وقفه. هاي الغرفه اللي لقيتهم بيها شنو هي غرفه؟ غرفتي هو يقعد بيها هو المصرف يعني غرفه كبيره غرفه كبيره حتى بيها يم قاصه وفلوس وهذه. حتى الرجل المحافظ قال هاي ابني مفتاح يعني غرفه المتصرف نفسها طبيعي نفسها هم جايين يمه. نعم حتى شال المفتاح مال القاصه قال ابني حتى هاي تاخذون المفتاح ما هذه للقيادة مالتكم هاي تفضل سلمك المفتاح اي مال القاصة قفلها وسلم المفتاح. فاني قلت له قعدوا هسه تتحركون. طلعت زين سحبت سلاح اقسام يا كل شيء لا 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 كل شيء ماكو